بالشراكة مع لياسيو. صباح الخير وسيم ليك وللناس اللي يسمعوا فينا الكل على اكسبريس اف ام. اليوم باش نعاودوا نتكلموا على الانفلاسيون. بديناها نهالاربع عملنا ان افونغو كنا شورت برشا على خاطر وقتها الاهتمام الكل كان على قصان الضوء. اليوم باش نعاودوا ندخلوا نتكلموا نحكيوا على الانفلاسيون افيك بوكو بلوس دو ديتاي خاطر ابريوري اهم موضوع يهمنا الكل هو الانفلاسيون والكلنا نتسائلوا اذا هالسبيرال انفلاسيونيست اللي دخلنا فيها ممكن تقف. معروف انه الانفلاسيون هي زياده عامه في الاسعار تتحسب سور لا باس دان باني فيه لي بيان اي سيرفيس اللي يستهلكهم الفرد واللي يتحدوا اترافير لونكيت ناسيونال دو كونسوماسيون. الاسعار اللي في السله هذه يتقارنوا اسعار عام التالي، مثلا الانفلاسيون نتاع شهر سبتمبر هي معدل الزياده في الاسعار مقارنه بسبتمبر العام اللي فات. اذا نحبوا نعرفوا البلدان اللي فيهم اقل نسبه انفلاسيون هما هونغ كونغ والصين وين النسبة أقل من 2%، بينما دول اللي تفوت فيها أعلى نسب انفلاسيون هما السودان اللي النسبة تفوت 100% وتركيا اللي أببخي في 73% وهذا حسب معطيات البنك الدولي. في تونس حسب لي ناس نسبة تتقدر 9.3%. اللي يسمع فينا توا باش يقول مش صحيح والغلاء أعلى برشا من 9%، وهذا باش يهزنا لسؤال، هل انه فما نوع بركه نتاع انفلاسيون؟ لا، فما اكثر من نوع، وهذا اللي يخلق كونفيزيون كبيره وممكن تشكيك في الارقام. هذا علاش اليوم اخترنا باش نتكلموا على ثلاثه انواع للتضخم وهما الانفلاسيون بيرسو، الانفلاسيون امبورتي، والانفلاسيون سوجاسونت. الانفلاسيون بيرسو، اش معناتها الانفلاسيون بيرسو؟ هي الانطباع الشخصي للاسعار، لوبينيون بيرسونيل سور لي بري، المستهلك كيفاش يقيم مستوى الغلاء، وهذا يحدو اسانسيلمون الدخل والسلوك الاستهلاكي لكل فرد. مثلا عبد اذا دخله 1000 دينار في الشهر ويحط في 500 دينار من الدخل في المواد الغذائيه في القفه، دونك ابري نقولوا اللي هو 50% من الدخل ماشي للقفه. فرد اخر دخل نتاعو 3000 دينار يحط في 700 دينار في القفة بيه بور أغوندير ونسهلوا الكالكول باش نقولوا يحط في 1000 دينار يعني الان تيار دو سون بودجي من الدخل نتاعو أبوبخي بالنسب 33%. أكيد الفرد هذا انتباعه للأسعار باش يكون أقل برشا من السيد لول. دونك هذه لهنا فما حكاية الدخل اللي يحدلنا الانتباع الشخصي للغلاء. الانفلاسيون بيرسو راهو مش ديما تكون اعلى من الانفلاسيون تيوريك ولا الانفلاسيون غيال، نجم تكون اقل وهذا اذا فما وفره في العرض. اذا ناخذوا مثال المواد الفلاحيه اللي مربوطه بالسيزون كل شيء في وقته، واذا ربي بارك وجات سابع باش يكون فما وفره في المنتوج، دونك الفرد باش يكون عنده انتباه اللي الاسعار في المتناول، دونك لهنا فما بيرسيبسيون البيرسيبسيون للغلاء باش تكون اقل. إذا نحبوا نلخصوا فما تضخم غيال انفلاسيون غيال اللي نعطيوها نعرفوا ارقامها من اليناس في تونس مثلا، وفما تضخم بيرسونيل اللي هو انطباع شخصي للغلاء واللي حدوه اسانسيلمون الدخل العادات الغذائيه والبيريوديسيتي، معناتها مانيش كيما كل منتوج كل اذا فما وفره والا شح في العرض. النوع الثاني فماش فما تيبولوجي اخرى نتاع انفلاسيون وهي الانفلاسيون امبورتي. الانفلاسيون هي تهم اسانسيلمون المؤسسات وتتعدى للمستهلك تتعدى للافراد. شنو نقصد بالانفلاسيون امبورتي وسيم؟ هي زياده عامه ومتواصله جينيرال اي دورابل في اسعار المواد الاوليه والا اي برودوي ولا سيرفيس نجيبوه من برا. لهنا نحب نوضح راهو مانيش نتكلموا على تدهور قيمه الصرف، على خاطر ينجم يكون سعر الصرف مستقر لكن فما انفلاسيون امبورتي واللي هي جايه من البلدان اللي نتعاملوا معها فيها زياده. دونك كيف ما الوضع توا في تونس مثلا من جانفي 2023 سعر الصرف سعر الدينار ما تاحش مستقر نسبيا مستقر، لكن فما انفلاسيون. الانفلاسيون هذه جايه من الانفلاسيون اللي في البلدان اللي نتعاملوا معها.
دونك اذا احنا مثلا نتعاملوا اي بلاد نتعاملوا معاها نجيبوا من عندها في ماده اوليه ولا في اي منتوج اي حاجه جبناها من برا، اذا البلدان اللي نتعاملوا معاها اقرت زيادات راهي باش تعدى فما باش تصير فما زياده في التكلفه، زياده في التكلفه هذيا باش تزيد في الاسعار بالطبيعه. مثلا معمل نتاع حوايج يجيب في الكوتونات يجيب في القطن من الهند، الهند عندهم تضخم أقروا زيادة في الأسعار، حتى وإن صار وإنه الدينار مستقر بقابوغ للدولار مثلا باش يكون فما زيادة في التكلفة. زيادة في التكلفة جيت على خاطر المواد الأولية اللي استعملها نستعملوا فيها زادت، دونك الأسعار باش تزيد بصفة آلية معناتها. دونك لهنا نحكيو على فما انفلاسيون تتعدى لنا بإفي كونتاجيون، دول زادت أقرت أسعار تعدت لنا أتخافي خاطر احنا عنا معاملات معاهم. آخر حاجة باش نتكلموا عليها هي الانفلاسيون سوجاسونت واللي يهتم بها اسانسيلمون البنك المركزي. في تونس الانفلاسيون سوجاسونت تتقدر ب 7.2%. الانفلاسيون سوجاسونت هي زيادة في الأسعار، في أسعار المنتوجات الخدمات والمنتوجات لي بيان اي لي سيرفيس، ولكن لهنا البانيي دو بيان هذايا باش نحيو منو حاجتين اللي هما المواد الغذائية والمواد الطاقية اللي هما لي بلو فولاتيل اللي هما يتحركوا برشا واللي هما فما الأسعار نتاعهم فيها تدخل اتخافيغ من الدولة اتخافيغ الدعم. دونك الانفلاسيون هذه البنك المركزي ما يعتمدش الانفلاسيون غيال، راهو ما يعتمد يبني سياساته النقديه على اساس المعدل نتاع الانفلاسيون سوجاسونت، على خاطرها هي سي الانفلاسيون لا بلو ستابل، على خاطر لهنا معناتها خرجنا كل ما هو فاكتور اكزوجين اللي جاي من تدخل الدوله مثلا عن طريق الدعم ولا جاي كيف كيف من ندره المنتوجات. دونك ياخذ الباني اللي يقدر به اللي تو نتاعو هما بلو ستابل بوكو بلو ستابل. دونك لهنا برشا ديما توا قاعدين نقولوا اذا فما انفلاسيون قاعده تزيد راهو باش نستناو زياده في التو ديريكتور، راهو باش نستناو زياده في التي ام اي. هذا مش صحيح توا بوغ لو مومون، على خاطر الانفلاسيون سوجاسونت اللي ستابل معناتها ما زادتش، عندنا زياده في الانفلاسيون غيال. نجمو نكونوا وسيم حكيت على برشا مفاهيم تقنيه دخلنا في لي ديتاي ولي تيبولوجي دو لانفلاسيون، لكن اللي يسمع فينا تهمو حاجه بركه، هل انه الانفلاسيون ممكن تقف؟ اكيد ممكن تقف، ممكن تقف اذا الانتاجيه زادت، اذا عجله الاقتصاد دارت، اذا خدمنا الاقتصاد خدم ا غراند فيتيس. توا كي احنا قلنا في الصين النسبه اقل من 2%، علاش النسبة أقل من دونك علاش نجموا يحافظوا على ستابيليتي دو بري هذا؟ هذه نجموا يحافظوا عليها على خاطر فما إنتاجية عالية برشا، إنتاجية عالية برشا خليتهم يتحكموا في الأسعار والأسعار ما زادتش. التضخم ينجم يخف إذا لي كو كاشي نقصوا. نتكلموا مرة على نوسيون دو كو كاشي هذوما شنو هو نقصدوا بهم. صحيح ظروف توا صعيبه على تو لي زاجون ايكونوميك، لكن ان شاء الله اون فيغا لو بو دو تونيل ان شاء الله قريبا. العلم يقول هكا، فما كريز لكن بعدها فما غولونس. نهاركم طيب. ممكن بالشراكه مع لياسيو. شكرا ليك منارة توكيبري، كانت هذه فقرة ممكن مع المعهد العربي رسائل مؤسسات، واليوم الحديث عن الانفلاسيون المتابعة للحلقة نتاع نهار الأربعاء. شكرا ليك، يعطيك الصحة. شكرا.